في الطائرة التي كانت تقله من مطار غردايا إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة، التقت قناة البلاد بالمترشح الحر علي بنفليس وسألته عن الأوضاع التي تعيشها الجزائر حاليا. الجزائر تعيش وقتا جديدا ولا بد عليها أن تعيش وقت جديد، ولا يمكنها أن تبقى بدون تغيير. ناديت وأنادي بالتغيير السلمي، التغيير الحكيم الذي يكون نتاج الصندوق. وانتقد بنفليس اتهام المطالبين بالإصلاح بأن أياد أجنبية تحركهم. لما تستجيب الدولة للمطالب نتاع الشعب تزول هذه المشاكل. دوك الغريب في الأمر والشيء المضحك، لما الشعب ينادي بالإصلاح ما تتمش الاستجابة، لما توقع مشاكل بسبب عدم استجابة السلطة والدولة لشغلات نتاع الشعب تولي السلطة الغير القادرة على إيجاد الحلول، تولي تتهم الشعب أو جزء من الشعب اللي هذه فيها أيادي خارجية. هذه أجوبة ما بقى حتى واحد يصدقها. وذكر رئيس الحكومة الأسبق أنه يريد جمع كل الجزائريين وأن برنامجه لا يحمل الإقصاء. صلح الجزائر بالإقصاء؟ لا يمكن الخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر إلا بجمع كل الجزائريين، والذي يريد إقصاء جزء من المجتمع لا يريد خيرا ولا يحب الجزائر.